بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في درس جديد وهو نظرية العرض. احنا كنا خدنا فيما سبق نظرية الطلب، هنكمل الجانب التاني من السوق وهو نظرية العرض. هنتناول في هذا الفصل ما يلي: أولا تعريف العرض، ثانيا العوامل الأساسية المحددة أو المؤثرة في العرض، ثالثا الفرق بين تمدد وانكماش العرض وبين التقوى والمنحنى العرض. أولا تعريف العرض، يقصد بالعرض الكميات المختلفة التي يكون البائعون على استعداد لعرضها عند الأثمان المختلفة خلال فترة زمنية معينة مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. يعني العرض الكميات اللي أي منتج أو بائع بيكون مستعد إن هو يعرضها في السوق بسعر معين خلال فترة زمنية معينة. ثانيا العوامل الأساسية المحددة للعرض، في عديد من العوامل اللي بتأثر في العرض زي العوامل اللي خدناها قبل كده اللي بتأثر في الطلب. من أهم هذه العوامل نمرة واحد تمن السلع، في علاقة طردية بين الكمية المعروضة من السلعة وثمنها مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. بالنسبة للبائع أو المنتج بيبقى هدفه إن السعر دايما يزيد عشان يكسب أكتر، فأنا كمنتج أو بائع كل ما ألاقي إن تمن السلعة عالي كل ما ده يشجعني إن أعرض منها أكتر، فكلما زاد تمن السلعة كلما زاد أو زادت الكمية المعروضة من هذه السلعة. فعشان كده في هنا علاقة طردية بين تمن السلعة والكمية المعروضة منها. من العوامل الأخرى المؤثرة هي أسمان خدمات عناصر الإنتاج، أو المقصود بها هي تكلفة الإنتاج. فهنا في هنا علاقة عكسية بين تكلفة عناصر الإنتاج وبين الكمية المعروضة من السلع. أنا كمنتج كل ما تكلفة الإنتاج تزيد عليا كل ما ده هيخليني أقلل إنتاجي، فبالتالي بقلل الكمية المعروضة. فعشان كده في هنا علاقة عكسية بين أسعار خدمات عوامل الإنتاج وبين الكمية المعروضة. كل ما بتزيد التكاليف كل ما الكمية المعروضة بتقل. تالت عامل المستوى الفني للإنتاج أو التقدم التكنولوجي، توجد هنا علاقة طردية بين التقدم التكنولوجي والكمية المعروضة. كل ما التكنولوجيا بتزيد كل ما قدرتي على الإنتاج تزيد، وبالتالي الكمية المعروضة بتزيد. ثالثا التغير في الكمية المعروضة أو تمدد وانكماش العرض والتغير في العرض أو انتقال منحنى العرض. التغير في الكمية المعروضة أو التمدد والانكماش للعرض ده بيحدث بسبب إن التمن بيتغير والعوامل الأخرى المؤثرة في العرض ثابتة، اللي هو العوامل الأخرى زي تكلفة الإنتاج التقدم التكنولوجي ثابت. فبالتالي كل ما التمن ارتفع أو انخفض ده هيؤدي لإيه؟ تمدد وانكماش الكمية المعروضة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل اللي أمامنا دلوقتي. منحنى العرض هو بينحدر من أسفل لأعلى جهة اليمين ليعبر عن العلاقة الطردية بين التمن والكمية المعروضة. هنجد ان التمن لو سيه واحد فالكمية المعروضة هي كاف واحد، وعند ارتفاع التمن الى سيه اتنين هذا سيؤدي الى زيادة الكمية المعروضة او ما يسمى بتمدد الكمية المعروضة. فهنا بننتقل على نفس منحنى العرض ولكن انتقلنا من النقطة ب الى النقطة الف، وهذا ما يعرف بتمدد العرض. اما عند انخفاض التمن وثبات العوامل الاخرى من سيه واحد الى سيه تلاتة ده يؤدي لانخفاض الكمية المعروضة من كاف واحد لكاف تلاتة، وهذا ما يطلق عليه انكماش العرض. وبالتالي هنا انتقلنا ايضا من نقطة ب الى النقطة ج، وهذا هو تمدد الكمية المعروضة. التغير في العرض او انتقال منحنى العرض، هنا التغير في العرض بيحدث بسبب ثبات التمن وتغيير اي عامل من العوامل الاخرى زي تكاليف الانتاج بتتغير او التقدم التكنولوجي. لو جينا نوضح، ادي عندي منحنى العرض الاساسي عين والسعر س والكميه كاف واحد، فيحدث هنا الانتقال امتى بقى؟ السعر ثابت. طب افترضنا ان التقدم التكنولوجي زاد، فلو التقدم التكنولوجي زاد هنجد ان الانتاج هيزيد والمعروض هيزيد من كاف واحد لكاف اتنين. فعشان اوصل لكاف اتنين لازم منحنى العرض ينتقل بالكامل الى عين اتنين جهه اليمين. والعكس صحيح طبعا، في حالة ان التمن ثابت والتقدم التكنولوجي انخفض او ارتفاع تكاليف الانتاج ده هيؤدي لانخفاض الانتاج وبالتالي انخفاض الكمية المعروضة الى كاف 3. وعشان اوصل لكاف 3 لازم منحنى العرض ينتقل بالكامل جهة اليسار الى عين 2. وبذلك نجد ان في فرق بين التمدد والانكماش وبين الانتقال. ان التمدد والانكماش اللي قلناه المرة اللي فاتت هو بيحدث بسبب السعر هو اللي بيتغير والعامل الاخرى ثابته، انما الانتقال لا، السعر ثابت والعامل الاخرى هي اللي بتتغير. وبكده يبقى خلصنا نظرية العرض، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.